يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينك. حياك الله أستاذ عبد الله مصباح. يا هلا، حياك الله دكتور. الله يسلمك أستاذ عبد الله. أنت كونك مختص في ناحية الغذائية وأيضا الرياضية، نبي اليوم نتكلم شوية عن الحمية الغذائية، الرجيم اللي صراحة احنا يعني دائما نحاول أن يعني نحارب هذه او هذا المسمى اللي هو الرجيم، اللي انا اعتبره انه هو طريقه خطا لانقاص الوزن من خلال حرمان الجسم من عناصر غذائيه مهمه او انواع معينه تحرم نفسك منها، وهذا كله ياثر سلبيا على الرياضي او غير الرياضي، وخصوصا اللي في المراحل العمريه اللي هي مراحل النمو. استاذ عبد الله، كلمنا عن هذه الناحيه وشنو افضل حميه ممكن الانسان يسويها كاسلوب حياه على اساس انه ياخذ كل الفوائد اللي هو يبيها من هذا البرنامج. تمام، احنا لما نشوف انواع الحميات خصوصا في انتشار السوشيال ميديا والفتره الحاليه، راح تشوف عديد من الانظمه الغذائيه. صحيح. نظام الكيتو، النباتي، اللو كارب، الهاي كارب وغيره من هذه الانظمه، فالانسان يكون ضايع شنو النظام الزين شنو النظام اللي مو زين، وشوف نفسهم الانظمه يحاربون بعض. نظام الكيتو يقول عن النظام النباتي هذا مو زين، والعكس بالعكس. لذلك انا بحط القواعد العامه الاساسيه اللي تخلي النظام اللي انت قاعد تتبعه ايا كان مناسب لك او غير مناسب. نعم. القاعده الاساسيه الاولى انه يحافظ على صحتك في انظمه توصلك الى اهداف اخرى لكن ما توصلك الى الصحه المناسبه. نعم. مو معقول انا اطبق نظام ياثر على الكوليسترول عندي. نعم. ويسبب لي ضغط دم ويسبب لي مشاكل صحية. فالأساس الأول إنه ما يأثر على صحتي. الأساس الأول إنه ما يأثر على صحتي. أستاذ عبد الله، النقطة المهمة هني إن الأساس اللي صاير عند أفراد المجتمع أو الهدف ليس هو الصحة، هو هدف الرقم اللي موجود في الميزان، إني أنا شلون أقدر أنزله، وكثر ما نزل أسرع بأقل مجهود هني راح يكون الفائدة أو إن الإشادة تكون في هذا البرنامج الغذائي اللي هم يتبعونه. وهذه هي المشكلة، إن إحنا ممكن نتبع برنامج خاطئ واللي قاعد نفقده أساساً أمور مهمة في الجسم، مثلاً نوع معين من العناصر الفيتامينية في الجسم، ممكن أنا قاعد أفقد من العضلات، هذه كلها مشاكل أستاذ عبد الله. تمام، هذا يودينا حق القاعدة الثانية اللي هي يعني يوصلك لهدفك الجسماني. ولما نقول هدفك الجسماني لازم احنا نتأكد من نزول الوزن ليس نزول فقط وإنما جودة هذا النزول. أحسنت. عندنا نزول وزن ممكن أنا أخسر سوائل، ممكن أخسر عضلات، ممكن أخسر دهون. فإحنا لما نبي نخسر الوزن الزائد نبي نركز إن ما نخسر عضلات، لأن العضلات هي اللي تشيل الجسم. نعم. ما نبي نخسر سوائل فقط، لأن هذه مو شيء خلينا نقول أساسي نحتاجه، مو مثل لما نخسر الدهون. إحنا نحتاج بدال أن نغير كلمة نزول وزن نبي خسارة الدهون. أحيانا الوزن يكون ثابت لكن الشخص زارت عنده الكتلة العضلية ونزلت عنده بنفس المقدار كتلة الدهون، والوزن ثابت لكن شكله تغير، صحته صارت للأفضل. فالهدف الثاني أو القاعدة الثانية اللي هو يوصلك لهدفك الجسماني. في حميات ممكن توصلك لهدفك الصحي بس ممكن ما توصلك لهدفك الجسماني. نعم. أستاذ عبد الله، نطلع فاصل ونرجع نكمل الحديث معك بالنسبة حق التغذية المناسبة للمفروض أغلب فئات المجتمع يتبعها. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل معكم الحديث مع أستاذ عبد الله المصباح. أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. أستاذ عبد الله، شنو من النقاط المهمة اللي يجب أنها تتواجد في البروجرام أو البرنامج الغذائي اللي أنا أتبعه؟ أنا أعتقد أن أحد أهم المشاكل اللي تواجه أغلب اللي يتبعون أي نظام غذائي من اللي حضرتك ذكرتهم عدم الاستمرارية، لأن أغلب هذه البرامج أساسها الحرمان. فأنت عارف النظام المجتمعي عندنا بالكويت، العزايم، القعدات، المطاعم،
فما يقدرون يستمرون، ينزل الوزن يوصل حق رقم هو عاجبه، لكن بعد فتره يرد مره ثانيه ويزيد الوزن. شنو عندك حل استاذ عبد الله بالنسبه حق هذه المشكله؟ تمام، هذا يودينا حق القاعده الثالثه اللي هي يناسب نمط الشخص او يناسب او الجانب النفسي للشخص. في الانظمه يكون فيها حرمان، يعني تخيل شخص يحب الخبز تقول له ممنوع عليك الخبز. نعم. يحب ياكل شويه كاكاو او شيء تقول له ممنوع، او نعم. منتجات الالبان وغيرها، فيكون عايش في حرمان. هذا الحرمان يؤدي الى انه يعاني من مشاكل نفسيه، قاعد ومحروم. فبالتالي القاعده الرابعه اللي هي الاستمراريه. نعم. انت ما راح تقدر تستمر على هذا النظام اللي حارمك من شيء انت تحبه. صحيح. ممكن تستمر شهر شهرين سنه، لكن راح ترجع مره ثانيه، تتعب نفسيتك وترجع مره ثانيه، ويرجع وزنك يرجع يرتفع مره ثانيه. صحيح. فهذه نقاط ضروريه، الحرمان لازم يكون قليل جدا. يعني اي حميه فيها بالنهايه شويه حرمان، لكن لا يصير هذا الحرمان كبير جدا ياثر على نفسيه الشخص وياثر على استمراريه. استاذ عبد الله، التنوع مهم. يعني انا ما يصير انقي عنصر عنصرين امنع جسمي منهم مره واحده واقول ان انا خلاص هذا الشيء ما يدخل جسمي، وبالنتيجه صحيح انه صار في نزول، وصار في نزول في الميزان، لكن انا قاعد احرم نفسي من عناصر غذائيه مهمه. ونفس ما حضرتك ذكرت الناحيه السلبيه النفسيه، اني انا محروم من الناحيه المجتمعيه. يعني احنا دائما نقول ان نبي انه يكون البروجرام الغذائي اللي انا قاعد امشي عليه يكون صحي، ما يكون في امور سلبيه، وايضا ما في انعكاسات نفسيه اني انا منعزل عن العالم، ما اقدر اكل مع اهلي، لي اكل معين. نبي الحل، شنو نسوي؟ شنو البروجرام المناسب اللي تشوفه حضرتك اللي المفروض ان اغلب الناس يمشون عليه كناحيه غذائيه؟ في قاعده اللي هي احنا نسميها 80-20. نعم. ان 80% من الاكل يكون عناصر صحيه أو غنية بالعناصر الغذائية. نعم. معروف الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، اللحوم الطازجة وغيرها من هذه الأمور. و20% من أكلك يكون الشغلات اللي إحنا خلينا نقول نحبها، شوية كاكاو هني، شوية شغلات خلينا نقول نعتبرها إحنا ما هي صحية. بهذه القاعدة راح تكون وازنت بين الشيء النفسي والشيء الصحي. ما أما إذا كانت القاعدة مثلاً 60-70% من أكلك غير صحي وفقير بالقيمة الغذائية، و30-40% أكل صحي، هني قد يعرض جسمك إلى نقص المغذيات. صحيح. وأيضاً الجوع، وممكن أصلاً السمنة، لأنك غالباً الأكل غير الصحي راح يخليك تأكل زيادة وراح يزيد من وزنك. وأيضاً يؤدي إلى القاعدة الأخيرة اللي هي لازم النظام يناسب رياضتك. نعم. وأدائك الرياضي. نعم. إذا كان النظام يحقق هدفك الصحي والجسماني والنفسي وكل شيء، لكن يأثر على أدائك الرياضي سلبا، فبالتالي أنت كشخص رياضي ما تبي هذا النظام. نعم. بالنهاية أنت يهمك التنافس. صحيح. في بعض الأنظمة قليلة الكربوهيدرات تؤثر على النظام. نعم. أو تؤثر على الأداء الرياضي. نعم. فالقاعدة الأخيرة لازم النظام الغذائي يناسب رياضتك. أستاذ عبد الله، ناهيك أن المفروض أن أنا لما أسوي هذا البروجرام او هذا النظام الغذائي ما اتعرض فيه على امور سلبيه كبيره مثل تساقط الشعر، شحوب الوجه، المشكلات الصحيه اللي انا اواجهها. فكل الشكر لك وعلى وقتك الجميل استاذ عبد الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.